اولا تنشكر جمعيه بوابه فاس اللي تعودت انه كل سنه تتنظم بمدينه فاس هذا الحفل اللي هو حفل ديال الاعتراف وحفل ديال الامتنان وحفل ديال العرفان لكفاءات نسائيه من مدينه فاس ومن خارجها اللي هما تيشتغلوا بالقلب ديالهم حبا في بلدهم حبا في وطنهم حبا في ملكهم وتعطيو للبلاد كل الخير. فهذا الاعتراف لهم اولا هو في الحقيقه درس لنا احنا، تحفيز على مزيد من العمل، تحفيز على مزيد من نكران الذات، تحفيز على مزيد من العطاء باش البلاد ديالنا تقدم، لاننا المهم وهو ان نتعاون من اجل رفعه الوطن، من اجل رفعه البلاد ديالنا، ومن اجل ان نعيش في امن وامان واستقرار في هذه البلاد السعيد. طبعا هذا الحفل لا يسعني الا ان احيي واشجع كل المجهودات التي كانت وراء هذه المناسبه التي تحتفي بالمراه، تحتفي بالانجازات، تحتفي بالانسان. احيي جمعية بوابة فاس على هذه البادرة، على هذه المبادرة، وكل المسؤولين وكل القائمين على هذه الجمعية. تحية لفاس وتحية لكل المسؤولين الذين يحتفون بالإنسان بشكل عام. أنا سعيد بوجودي هنا وكنحيي جمعية أبواب فاس على هذا التنظيم ديال هذه التظاهرة هذه اللي ولا تقليد كل سنة واللي كيحتفيوا به بالنساء المغربيات اللي كيخدموا بقلبهم واللي كيعطوا أحسن ما عندهم واللي كيساهموا في أنه كل الشركات وإن كانت مدرة الربح ولا هدف تجاري أو دراسة أو كلها، ولكن فيها الروح ديال المواطنة. هنيئا لهم، هنيئا لجميع المشاركات والفائزات، وانا مفتخر انني متواجد اليوم وموجود في هذا البلاد اللي كنكرموا فيه وعندنا الثقافة في هذا الاعتراف. فهنيئا لهم وشكرا لجمعية أبواب فاس مرة أخرى. نوح لا يعرف العام هو آخر أفلامي، غادي يخرج الأسبوع المقبل إن شاء الله 11 أبريل. دونك كنقول للناس من خلالكم يرتقبوا هذا الفيلم اللي كيهضر على جوج المواضيع، الإعاقة والانسيست بمعنى التحرش او الاغتصاب الطفلات من طرف الاهالي ديالهم. هذا الفيلم اللي درته بامكانيات ديالي وخدا جوائز، نتمنى يعجب الناس ان شاء الله. ميرسي. رائعه، تفق الله عليهم، زوينه بزاف، عطاو جوائز للنساء ورجال اللي كيديروا زعما الاشياء الزوينه بزاف للمغرب، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا يعني مظاهر اشياء بحال هكذا ان شاء الله في المستقبل وحفلات، وان شاء الله الله يكمل بخير ونشوفوا دائما المغرب زوين ومتالق وفيه ناس اكفاء اللي كيديروا اشياء جميله ان شاء الله للمغرب. فوالا انا فرحانه بزاف كامرأة، فرحانه كمواطنه مغربيه كنشوف هذا الشيء اللي كيدار، وان شاء الله يا ربي انا متفائله ان شاء الله غادي يكون غير ما احسن في المغرب ان شاء الله. ناصر بن عبد الجليل، مغامر مغربي والمغربية طلع قمه الايفرست على قمه في العالم. الحقيقه شرف كبير جمعيه بوابه فاس عرضت عليا في لهاد السهرة، تيعطيو دي بخي النساء مغاربة اللي حققوا إنجازات كبيرة في المغرب، واليوم كان لي شرف نعطي أن بخي لمدام ليلى مام. إن شاء الله هاد العام عندي جوج إنجازات، الأول هو نمشي لكليمانجارو اللي هو على قمة في إفريقيا، درتو عدة مرات ولكن غنمشي هاد العام في حضن داك لا كانديداتور ماروك 2026، هيك هي كانديداتور افريقيه، وكنت باغي نتسلق ايضا اعلى قمه في روسيا سميتو جبل البروس، هو اعلى قمه في اوروبا، وباش هو كان رساله للمنتخب المغربي باش نقولوا راه الزينه الرايه المغربيه عاليه في روسيا ان شاء الله. الحمد لله كاين الدعم من مقاولات مغربيه وحتى لا فيديراسيون دو الفوت هي غدعمنا في هذه الانجازات ان شاء الله. بالنسبه لك فاس كيجاز؟ وانا هو الاصل ديالي من فاس ان شاء الله، وكيف تنقول ديما في المغامره ديالي تندي جوج الحوايج ديما وهما من فاس، هو الخليع وسلو. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.